ضيع وقت انت كده ليه؟ ما عشان اسلمك للمستشفى. يا سلام، ما قدرتش على الحمار، هتيجي على البردعه. اسكتي بقى يا زبيده، بقى انا اللي فيها مكفين، ربنا يسترها معاك في التحقيق. هيسترها معاك ان شاء الله. واسمع لما اقول، اذا حد سالك ولا قال لك حاجه قول لهم زبيده المجنونه هي السبب، وقول لهم كمان هي اللي هربت زينات، واعملوا فيها اللي انتوا عايزين، وانا لما يسالوني هقول لهم ايوه انا اللي هربت زينات. لا انا ما يخلصنيش، قدمي. انت هتفضل طيب ليه؟ زينات اهو. ايوه كله بيدور زي السقي. ايوه زناتي ولا يا زناتي؟ زناتي انت يالا يا زناتي، انزل يالا، انا واقف لك تحت مش هسيبك، انزل. واقف انت واخر ايه؟ واقف الزناتي هنا، واقف انزل يا زناتي. انا واقف شاويش. ليه؟ انت من زناتي. انا خميس يا شاويش. اه امشي. ايوه انت من زناتي يا زبادي. ده طلع من زناتي طلع خميس. زبادي انت يا بنت يا زبادي، من زناتي انا غلطت فين؟ يا فين زبادي؟ زبادي يا زبادي. انا هلحق البوليس يا زناتي ولا يا زناتي البوليس؟ البوليس يا زناتي. دي عامله بتعملها برضه يا والد؟ عايزه ايه يا بنت انت؟ دي عامله تعملها؟ عملت ايه؟ زين صاحبك كده هو تهرب منه عشان يروح في داهيه. انت مالك كده بالحاجات دي؟ انا مالي؟ لا اسمع لما اقول لك، انا مجنونه لكن فاهمه كل حاجه. زيناتي اخذ الشيطان وارجع بقى، حرام هتودي صاحبك في داهيه. وما رجعتش هتعمل ايه؟ عشان لا حول الا عليك الناس. بس يا بنت المجنونه بس خلاص. طب يلا يلا وراي، يلا وراي. ها امشي. ليه كده؟ ايش يا براوي الغلبان؟ تعمل فيه كده ليه يا زيناتي؟ هو ده زيناتي ولا يا زيناتي؟ ما شفتيش يا يا زبادي زبادي بعت منك يا شراوي. ما شفت زبادي؟ زبادي مين؟ اللي من كفر جمعه اللي حدانه. ما شفتهاش. انا بقول كده برضه، راحت تشم هوا. تاهت منك يا شبراوي، زناتي هرب وزبده تاهت. ده انت مش قد المسؤوليه يا زبادي. ولا زنازي هتروحي فين دلوقتي؟ قهوة تعمل ايه؟ انت ست هتفضلي مستنية هنا لامتى؟ أي خدمات أقدر أعملها لك؟ أنا مستنية يا شبراوي. شبراوي مين؟ العسكري شبراوي، كان جاي معايا من البلد وتاه مني. أنت ليكي معرفة في مصر؟ أبدا ماليش حد. أيوة ليا، أنا أعرف طه الغازية وفوزي مزيكاتي، هما ساكنين كده في شارع كله مزيكا وطبل وزمر وفراح. آه شارع محمد علي. محمد علي؟ شارع محمد علي. طب استنى انا اشوف لك توصيل، ما تعيطيش. ربنا يخليك يا بهوي ويعلي مراتبك. شوف لك توصيل. بعد ما تتم السرقه هتبلغ انت البوليس. يلا انا خايف يا فوزي. هتخاف من ايه؟ الحكايه كلها بيني وبينك انت بس. انا موظف الحرامي اللي هيسرق كل حاجه واللي هيتقفش. هتشوفه، هتقول للبوليس اوصافه كلها بالظبط، وتقول للبوليس كان يحوم حوالين الفيلا طول النهار. فهمت؟ سيب الباقي عليا انا. وانا اعرف اوصافه ازاي؟ احمر ما انت هتشوفه يوم ما هيسرق الفرع. ايوه هو ده الشارع. ايوه هو ده الشارع. كتر خير انت جامدكم الهم اللي انت فيه. الله الله يهنيك يا سريق. اعمل ايه واتصرف ازاي دلوقتي يا اخوان؟ هتصرفي ايه؟ الحقني يا سيران. عياني يا قلبي عياني.
مالك يا بنت بتعاطي ليه؟ الشبراوي تهمني. تهمنك ولا انت اللي تهتي؟ احنا الاثنين تهنا من بعضينا. طب بس ما تعيطيش، هو لازم يجي هنا عشان يقابل فوزي. انا عارفه بقى هيجي ولا مش هيجي، دي المصايب نازله ترف على نافوخ وعيالي. خليها على الله يا سبيده، زمانه جاي. انت انا عرفت. يا نهار ابيض، ده فوزي ومستخبي في المخزن. مش لازم يشوفك هنا. اهلا، نورت المحل كله. بقالك كتير يا بنت ما جيتيش نورت هنا. انت تعالى ريح ميرس. ايوه يا سفوزي. شفت اختك عايزه ايه؟ انا يا ست الكل. جهزت العده؟ كله تمام، ما فاضلش غير الكروديوم بس سيبكم. ما كده هنتاخر يا ريح. ما تشغليش بالك، كلها 40 وحصل. ايه الحكايه؟ جميل ماله مزربن كده؟ مش عادتك قبل ما تروح الشغل تزربني، في حاجه؟ من الواحد فيها فوزي. افرض ان زلاتي ما شربهاش. ما شربها. ده شربها وهضمها وكراحها يا عبيطه. زنتي خلاص، خلصنا منه. يا خوفي لما تعرفش يا فوزي. مين ده اللي ما يعرفش؟ انا؟ على النعمه ضيع فيها دي. شوف تضيع فيها دي، مش انا. انا فوزي. عارفه يعني ايه فوزي؟ ده انا ما اضرب له حته كمين هيطلع من عينيه. وكل الادله ضده. كل المواد، المادة معرفش ايه من قانون العقوبات، والمادة معرفش ايه من قانون البوتيكات، كله تمام. خلص زناتي، خلص. افرض ان هدها على دماغنا. لا ما يقدرش. عارفة ليه؟ بيحبك، والحب ضرير يا عسل. حب برص وعشرة خرص. بس اموت انا في الخرص. بس انا تعبت من التمثيل يا فوزي. ومين دلوقتي ما بيمثلش؟ خلاص هانت. كم ساعة دول اللي جايين تجمدي قلبك؟ رب قلبك سنان. هو حد يصعب عليك لانك مش هتصعبي على حد. اسمع كلام، القلب الطيب في الزمان ده بيضل صاحبه. انا عندي خبره، وانا حسان اليماني. تخافش عليا بس ما تبسبسيليش. احكي لك كل حاجه في السكه واحنا رايحين الفرح. ليه؟ انت يا مرس. ايوه حساس. بص انا هطلع الفرح وجاي. ها؟ حاضر. اوعى تاخر. حاضر يا سيدي. عايز بيت؟ انتوا عارفين طريق الزنادي؟ انا ماليش دعوه. لا مالكش دعوه ازاي؟ انتوا عارفين طريقه، كلكم متوالفين مع بعض، انا سمعتهم بوداني. انا يا اختي هم كلهم ضد بعض. ضد بعض؟ يعني ايه؟ الزنادي هيروح بشجرة مية؟ يعني الشبراوي هيروح معاه؟ قولي، الزنادي يعرف ان تروح عليه؟ طبعا ما يعرفش. ما يعرفش؟ طب بتعملوا بعض كده ليه؟ خرجين انا من اللعبة دي، انا لا بشوف ولا بسمع ولا بتكلم. انا مع فوزي. طب قولي. قولي الزنادي فين؟ لو ضاع الزنادي يبقى الشبراوي هيضيع. حرام عليك، الشبراوي لو ضاع هتروح امه واخواته البنات اليتامى. انت ايه؟ مش راجل؟ مش عندك اخوات؟ حرام عليك. قولي مكانه فين؟ ابوس ايدك. خلاص يا سبيدة، خلاص انا هوصلك وانت حرة اتصرفي معاه. كتر خيرك، عداك العين. حاضر. عروستنا. عروستنا. احلى الانغام. احلى الانغام. وعرسها. وعرسها. فارس الاحلام. فارس الاحلام. معزمنا. معزمنا. اوفى الخلان. اوفى الخلان. سلام يا جدع. السلام عليكم. على كيف؟ ايه داخل الفرح؟ تعمل ايه في الفرح؟ انا غني وهي دي معايا. مش ممكن في اللبس ده. مش ممكن يا جدع. مش ممكن ايه؟ ما تهوي بس. مش ممكن يعني؟ مش بس. طيب خلاص هي كده. قول عادي. معلش. تعالى يا زبيدة. اسمعي يا زبيدة، الفيلا دي ملهاش غير باب واحد، تقعدي هنا تستنيه، واول ما يخرج هتمسكيه. هتمسكيه. كتر خير. خلاص العفو. مشكل شويه، شكل شويه. خلاص كده تمام؟ كده تمام التمام. عزيز انت جاهز؟ جاهز. اهل البيت كلهم نزلوا ينقطوا العريس والعروسه، والطريق بقى سالك. حلو ده. يلا اتكل انت على الله، خف ايدك شويه قبل ما الواد رق يخلص الطقطوقه، تكون انت مخلص كله. ها؟